We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome, everyone, to this PNE session. Thank you for joining us. مرحبا بكم في هذه الجلسة المسائية في كاتوفيتسا. وعن بعد أنا لدي الشرف أن أقوم بدور المشرف على هذه الجلسة. والمشرف المشارك على هذه الجلسة هو شمك وهو سيرحب بكم رسميا. شكرا السادة الكرام الموجودين معنا في القاعة في كاتوفيتسا وأيضا المشاركون عن بعد. نرحب بكم في الجلسة جلسة السياسات الخاصة بالبيئة. وإندي بريمارس بيات وأمثل ديوان رئيس الحكومة البولندية. وباسم الدولة المضيفة بولندا لدي الشرف أن أرحب بكم في هذه الجلسة التي سنتباحث خلالها في العلاقة ما بين البيئة أو التفاعلات في مجال البيئة والعمليات الرقمية على هذه القمة الرقمية. سوف نعمل على وضع توجيهات محددة لهذه القمة، وسوف يتم إصدار أو نشر تقرير خاص عن هذا المنتدى وهذه الجلسة. نرحب بالمتحاورين الأعزاء الموجودين على منصة زوم، وهؤلاء الموجودين معنا في القاعة يمكن طرح الأسئلة والاستفسارات عبر خدمة الشات أو عن طريق رفع اليد في التطبيق. أرحب وأشكر الحكومة السويسرية ومنظمة الاي جي اف ويونداسا فمكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة على تنظيم هذا اللقاء وهذه الجلسة ومساهمتهم الكبيرة في إدارتها. أشكر المشرفة المشتركة على هذه الجلسة فلورينا على ذلك. شكرا. وأرحب أنا مجددا المتحاورين في هذه الجلسة. شيت وانزو هو الجالس يساري، هو مدير قسم التنمية المستدامة وهو أيضا باسم يونداسا مكتب الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. أرحب بكم. شكرا على دعوتي لهذه الجلسة الهامة، وهي تتعلق بتحديين كبيرين وهما التنمية المستدامة للبيئة الطبيعية وعملية الرقمنة. أشكر الحكومة السويسرية وبولندا وغيرها من الدول المتطوعة التي تطوعت في بدء تشغيل العمل على هذه الجلسة. نحن نعلم مدى حجم التحديات المتعلقة بحماية البيئة الطبيعية. هناك فيضانات ضخمة وأعاصير وحرائق ورفع مستوى المياه، هي كلها ظواهر يجب المجابهة لها. واقتباسا لما قاله الأمين العام للمتحدة في تقرير IPCC، فإنه حان الوقت الآن لندرك أن اللحظة الأخيرة قد أتت وحانت لنقدم ردة فعل. لقد تجاوزنا الخط الأحمر نحن كإنسانية. هذا في تقريره ينادي الأمين العام البشر للقيام بخطوات ملموسة سعية لحماية البيئة ونزع
استخدام الكربون أو الفحم حماية للمناخ، وذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية وعملية الرقمنة المتسارعة. أود الحديث معكم حول كيفية استخدام هذه التكنولوجيات الرقمية في مضاعفة جهودنا المبذولة لحماية البيئة الطبيعية. علينا قبل كل شيء أن ندرك ونكون اليقين أن الدول المتقدمة يجب أن تتصدر هي وتقوم بدور الرائد في قيادة هذه العملية الحديثة. لا ننسى أن بفضل التكنولوجيات الحديثة واستثمارنا فيها نكون قادرين وبدرجة كبيرة للحد من الانبعاثات، وحتى بنسبة 17% حسب بعض التحليلات. يجب أن نروج لما يسمى بالمدن الذكية التي تحد من الانبعاثات والتلوث وتروج للحلول الذكية للقضاء على التلوث. رابعا، من المهم الاستثمار في الحلول الرقمية على المستوى الإدارات المحلية، لأن الإدارة والخدمات الرقمية تلعب دورا مهما فيما يسمى ب السياسات الخضراء الصديقة للبيئة. وأخيرا وليس آخرا، العنصر الذي لا غنى عنه هو الإدارة والحوكمة ذات ذو المعنى بمواردنا الخضراء، ونضيف إلى ذلك إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحلول الجيو البيئية والتطبيقات الرقمية. أنا سعيد أن أشارك في هذه الجلسة الرقمية والقمة، وأتحاور وأتباحث معكم سويا على تقديم المضي قدما في الموضوع. شكرا على هذه الكلمات اللطيفة وعلى هذه الأفق الذي ترسمه وتتطلع إليه هيئة الأمم المتحدة والإدارة وإدارتكم. شكرا. إذن أما الآن فأعطي الصوت إلى زميلتنا من سويسرا والتي ستتحدث معنا عن طريق الإنترنت أونلاين عن بعد من سويسرا. شكرا لك يا فلورينا على هذه. أستطيع، أنا سعيدة أنني أمثل الحكومة السويسرية. نحن نرى أن يجب أن الاندماج بين الرقمنة وعمل الإدارة هو شيء عظيم. نحن نتفق مع قاله السيد جو قبل قليل عن دور التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وكم هي التحديات أمام البيئة الطبيعية. نحن أيضا نحاول أن استخدام الطاقة البديلة فيما يسمى التطور المستدام وإزالة الفضلات والقمامة بشكل صديق للبيئة. أنا أيضا أعرف أن هذا المنتدى حوكمة الإنترنت هو مكان للنقاش ومناقشة هذه الأفكار، كيف نستفيد من الرقمنة في مجال الحفاظ على البيئة. أنا متأكدة أن خلال هذه سنستطيع أن نجهز ونعد مقترحات كما عملت فيها حكومة سويسرا التي قامت بدعم هذه الشبكات التي تعمل لصالح البيئة. هذه الحلول هي قريبة منا، وأنا سعيدة لأن أشارك معكم عن سياسة البيئة وأن أسمع أصوات الزملاء والزميلات ونتناقش عما حدث خلال السنة الأخيرة. وأريد أن أشكر فلورينا التي قبل لقائنا
كانت تعمل كمنسقة وممثلة للحكومة البولندية. شكرا على إعداد هذه الجلسة وهذا المحور في النقاش. أتمنى أن تكون هذه العلاقات بيننا مستمرة وممكن أن تصل إلى أسماع صناع القرار في الحكومات المعنية في المستقبل إن شاء الله. شكرا لك يا أوليفيا على اتصالك معنا. ذكرت عن العمل الذي يعمل من الذي تعملون عليه منذ عدة أشهر. ربما لا يعرف الجميع أن شبكة لاحتياجات سياسة المتعلقة بالبيئة ممكن أن منذ نحن نعمل منذ عام 2019 نحن نقوم بإنشاء عدة حلول وتوصيات للإدارات المحلية. أنا أقوم بالبحث عن لذلك أستعمل البيانات الرقمية وأريد أن أبين لكم بعضها. من عام 2021 من خلال الشبكة كان لنا أكثر من 65 لقاء، شارك فيهم حوالي 87 شخصية، قمنا حوالي 30,000 كلمة في تقاريرنا المكتوبة، دعونا 3 متكلمين، وأعتقد أن هذه الأرقام تتكلم عن نفسها، وخاصة هذه الأرقام العددية الكمية. أما النوعية فأتركها لكم. ذكرت أننا دعونا 3 متحدثين ومتحاورين الذين قدموا محاضرات، وهذا أيضا يبين كم عدد الرجال والنساء في لقاءاتنا، وهذه أيضا نوع من المساواة حتى من هذه الناحية. هنا عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت وحول السياسة المتعلقة بالبيئة. أيضا تستطيعون أن تجدوا على صفحتنا عناوين ومصادر التي ممكن أن تستفيدوا منها. سنبدأ من تمهيد للقسم الأول. معنا هو المجال الذي الفعاليات التي نقوم به في تقريرنا، وهنا تحدثنا عن رقمنة، أي الرقمنة الحلول التي لها فعل كلي متكامل. إذن كيف رقمنت هذه المساحات؟ وفيما بعد نحن قررنا أن تكون هناك 4 فصول، أي هناك فصل يتعلق بالأغذية والماء، وفصل يتعلق بالشفافية في سلسلة التزويد، وكذلك فصل يتعلق بالاتصالات البينية بين عناصر هذه السلسلة. إذن في تقريرنا ذلك سوف ألخصها بعد قليل. وأول في البداية سأعطي الصوت للمتحاورين الذين سيقدمون بشكل مهني كل موضوع من مذكور في تقريرنا. إذن بالدرجة الأولى نحن على هذا البعد البيئي هو المهم بالنسبة لنا، وهو العنصر الذي سنركز عليه. إذن
اتجاه التطور المستدام فيما يخص البيئة، وأيضا الإدارة الحكيمة لمثل هذا النوع والاستفادة من الإدارة الرقمية في هذا المجال لخدمة البيئة. وأضيف أيضا عدة كلمات حول التوصيات الناتجة عن تقريرنا، وبأي سياق أتت هذه التوصيات، أي أن هناك جوانب متعلقة في إدراج وتنفيذ هذه التوصيات في سياسة الحفاظ على البيئة بشكل موضوعي، وكذلك ما هي الأدوات التي يمكن الاستفادة منها من أجل إدراج هذه السياسة، ومن صاحب السلطة في إدراج هذه العناصر. بسبب أن مجال هذا الاهتمام هو واسع لا نستطيع أن نتحدث عنها كلها بالتفصيل، لذلك سوف أقول أن ليس تقريرنا ذلك نجد فيه كل الإجابة عن كيف أن التقنيات الرقمية ممكن أن تزيد من التطور، إدارة التطور المستدام لسياسة حماية البيئة. لذلك سوف بعض هذه النقاط لابد أن يتم إدراجها بعد تمحيص ونقاش بعد هذا التمهيد للكلام عن تقريرنا. فالآن لنمر إلى الفصل الأول الذي نريد عرضه عليكم. المجموعة الأولى من توصياتنا المتعلقة بالبيئة الطبيعية. أنا سعيدة بأنه برغم أنه منتصف الليل بأستراليا فجيسي وافقت على الانضمام إلينا. لا مشكلة، هذه متعة لي، وأشعر بالسعادة الغامرة بأن أكون معكم رغم أننا في وقت العاصفة العنيفة. هناك أكثر من رعد في السماء، وأقول بأننا شاركنا في الكثير في سلسلة من التشاورات والنقاشات مع كبار اللاعبين في هذا المجال. وفيما يخص وضع عملنا اليوم فلدينا الوصول إلى البيانات الكثيرة المتعلقة بالبيئة، ولكن علينا أن نفكر في وضع معايير ومقاييس لها وتصنيفها حسب قواعد البيانات، وكيف يمكن الاستفادة من هذه قواعد البيانات هذه القياسية، كيف نعالجها كبيانات. و نريد أيضا نضمن أن المجتمعات الأصيلة أو الأصلية المحلية نضمن لها المشاركة والدخل في هذا. شريحة تالية، كي عملية التنميط ووضع المقاييس تجري بشكل صحيح، فنحن نقترح وضع مقاييس ومعايير عالمية ضمانا لأخذ التنوع بعين الاعتبار، وحرصاً على مشاركة الحكومات في وضع هذه المعايير. فأثناء هذه العملية يجب الأخذ في الاعتبار ليس فقط البنية التحتية القائمة بالفعل، ولكن أيضاً المنظور الإنساني، فأقصد هنا الأخلاقيات. نريد أن تكون هذه البيانات تمثل الجميع، وأن تكون عملية شمولية تشمل مختلف أصحاب المصلحة. توصيتنا رقم 2 تخص
وصول الوصول إلى البيانات البيئية، ونقصد بذلك أيضا التوصيل المناسب والتمرير لهذه البيانات كي تكون البيانات التي تخص البيئة مفهومة، ولضمان شفافية هذه البيانات نريد أن يكون الوصول للبيانات البيئية متساويا، وأن تكون هذه البيانات مفهومة أيضا لغير المختصين في الموضوع. وأيضا نريد أن تكون عملية جمع البيانات ومعالجتها ونشرها وتعميمها برمتها أن تكون هي شفافة، كما نريد أن نعمل على أطر عامة للترغيبات والتسهيلات تتعلق بالبيئة. فعلينا أن نتباحث في تنوع خلفية المجتمعات التي تتصل بها هذه البيانات. التوصية رقم ثلاثة هي قريبة من قلبي بشكل خاص، لأنني مؤمنة وأؤمن بأننا إذا زدنا نسبة رقمنة مجتمع معين، فإن هذه التوصية تخص زيادة التعاون من أجل رفع التأثير على رقمنة المعلومات الخاصة بالبيئة، وأقصد هنا زيادة المساعدة لأصحاب المصلحة التي لا يتم تمثيلهم بما فيه الكفاية، ودعم تلك المجتمعات التي ما زالت مهمشة. وهناك أيضا المساءلة والشفافية هما أيضا العنصران المهمان. يجب أن نكون منفتحين على التغذية الراجعة من الأطراف المعنية التي نتعاون معها. فعملية التقدير والتقييم المستمر لعملنا. شكرا لك يا جيسي على هذا الموجز. جيسي تعمل على من أجل جمعية الأسترالية للشؤون العلمية، وتقوم أيضا ببحوثات ودراسات في مجال التكنولوجيا. شكرا لك. الفصل الثاني من هذا التقرير يتعلق بالمياه. معنا دافيد من كاتوفيتسا الموجود معنا هنا في الصالة. هذا مكان رائع الذي نلتقي به. تعلمت الكثير خلال عدة أيام مضت. في البداية أود أن أشكر المؤلفين الذين شاركوني معي في هذا التقرير، وهذا فريق دولي. بعض زملائي موجودين في مناطق مثل كولومبيا البريطانية، أي الآن هو الوقت مبكر جدا حتى يتصلوا بي. إذن هذا تأمين الأغذية والماء، هذا يجب أن نفكر ما هي التأثير الإيجابي الذي يمكن أن الرقمنة تلعبه في هنا. أهم شيء أن الوصول إلى المياه النقية، مياه الشرب التي كثير من الناس على كرتنا الأرضية، 800 مليون إنسان هم في حالة جوع وفقر كامل، ليس لديهم وصول إلى الغذاء وإلى المياه، مياه الشرب. إذن من الصعب عليهم أن يستفيدوا من الرقمنة التي تخدم في هذا المجال.
لذلك علينا أن نتذكر أن الرقمنة ليست عصا سحرية ممكن أن نستطيع فيها أن نبدل كل النظام بلحظة واحدة، ولكن هذا أداة كبيرة يجب قمنا بالبحث في هذا الموضوع ووضعنا 5 توصيات، وممكن أن تساعد هذه صناع القرار في العالم الاستفادة من هذه القدرة التي تضعها بين أيديهم الرقمنة في هذا المجال. الأولى تتكلم عن أن الرقمنة في نظام تأمين الغذاء يجب أن تكون مستعملة دائما في سياق محدد، أي يجب أن نكون حذرين وحساسين لنتائجها. ماذا نقصد في ذلك؟ نقصد في ذلك أنه علينا أن نتذكر أن ممثلي هذه الاي سي تي هم يضعون حلول، وهذه الحلول يجب أن تستعمل في أكبر إمكانية من الحالات. أما فيما يخص المياه والغذاء فهذا يتعلق بالسياق المحلي بشكل كبير، لذلك من الصعب هنا إيجاد حلول تكون تناسب في كل مكان. إذن هنا يجب أن نذكر صناع القرار أن عندما يتم إدراج هذه الأدوات الرقمية في مكان ما يكون لها تأثير إيجابي على الوصول إلى الغذاء والماء، فهم عليهم أن ينظروا إلى المنطقة المحلية، أي عليهم أن لا يحسنوا شيء يعمل بشكل جيد، وإنما يقومون بهذه الحلول في المكان الذي يحتاج ذلك. التوصية الثانية هي علينا أن نزيد إمكانية قدرتنا على استخدام استراتيجية التعامل مع الأرقام والبيانات التي تتعلق بالبيانات والمياه. عندما أشارك أنا بمثل هذه المؤتمرات كجلستنا اليوم، فعندي شعور أنه إما الحلول هي تم تعريفها في السابق وأنها لتخص مجموعة ضيقة من المشاكل، أو لدينا علاقة مع بيانات ضخمة يجب علينا أن نعالجها وحدنا. وبهذا الشكل إذا فكرنا ببلاد تستطيع أن تفكر بإدراج مثل هذه المعلومات فهي أماكن لا يوجد فيها ثروات محلية ممكن الاستفادة منها من هذه البيانات. إذن هذه التوصية تتعلق بإدراج حلول يمكن أن تكون في مكان ما تتموضع في أمكنة فيها صدى محلي. التوصية الأخيرة تتحدث عن أنه يجب تحضير المخططات المحلية والوطنية بحيث يتم فيها إلغاء الأنظمة غير الفعالة في الوصول إلى المياه والغذاء. لذلك نفكر بأن كأن هذا النظام في كل أنحاء العالم هو متشابه، للأسف هناك فارق بين الشمال والجنوب، وهذان النظامان إذا تم استفادة منهما فهما مستخدمان في بعض الأماكن وغير، وفي أماكن أخرى يجب أن نضع لهم بنية تحتية مناسبة لاستخدامها. لذلك بفضل الأدوات الرقمية نحصل على إجابة كيف يمكننا الوصول إلى جدوى، إلى نظام ذو جدوى وفاعلية، وأن يكون ذلك في الدول النامية. توجد هناك قاعدة بيانات تسمح باستخدام هذه الاستراتيجية
الناجحة تأخذ بالاعتبار السياق. أما التوصية الرابعة فتتعلق بالنمو وإدراج النظم التي تضمن الغذاء. لا أملك الآن أرقاما تتعلق بخسارة الغذاء التي تحصل، وليست معي هذه البيانات الرقمية، ولكن التحديات التي أمامنا هي أن نزيد من فعالية وجدوى هذا النظام بحيث لا نقوم بإسراف في هذه الأغذية. أما في الصفة الأخيرة أنه ماذا علينا أن نفعل، في التوصية الأخيرة هي مهمة جدا لأنها تأخذ بالاعتبار ما حصل مؤخرا، وأقصد هنا أن هذه الأنظمة، أنظمة الاقتصادية الماء، كانت مهددة بالإجرام السبراني، أي نتحدث أكثر فأكثر عن الأمان السبراني. يتبين لنا أن أصحاب القرار دائما يملكون معرفة عن حلول صعبة، ولكن لا يقومون بتهيئة الأمان السبراني لهذه البنية التحتية، وهذه بنية تحتية حرجة، أي معرضة لمثل هذه الأنواع من الهجوم. في النهاية أود أن أقول أن عملنا كان مشوقة، اعتمدت على التعاون مع مجموعات مختلفة، كان لدينا الكثير من الخبراء متنوعين، ولا يوجد في تقريرنا أي توصية نهائية بحيث أنه لا يمكن زيادة عليه. نحن منفتحين لإضافة أي ملاحظات. أريد أن أقول أنني ممتن لمنظمي هذا المنتدى، لحوكمة الإنترنت، ولكل من ساعد في إتمام تقريرنا من الناحية المادية. وكمنظمة نقوم بالرقابة عن التغيرات المناخية. علينا أن نعرف تماما أن على عاتقنا تقف هذه الأمور، من بينها تقرير سياسة البيئة. شكرا لك دافيد. شكرا على هذا الأرض الشامل لعملنا. والفصل الثالث الذي يخص سلسلة التوريد والدائرة المغلقة، نحن محظوظون بأن معنا شخصا مسؤولا عن تشكيل وتحرير هذا الفصل، ليوناردو وكارلوس موجودان. من يبدأ؟ أنا جاهز. فشكرا لإتاحة الفرصة لنا للعمل على هذا التقرير. صراحة من العنصر الأهم بالنسبة لنا هو مدى دراستنا وتعلمنا خلال العمل على هذا التقرير. أشكر للمؤلف المشارك لهذا التقرير وأنني أتيح لي الفرصة للحديث. كان هذا الفصل يتحدث في شفافية سلسلة التوريد والدائرة المغلقة
وهذا في سياق التكنولوجيات الرقمية ومدى تأثيرها على الطبيعة. يعني يصعب علي القول باختصار والحديث باختصار عن كيفية الإدارة بهذه المواضيع. لهذه الحلول أبعاد إنسانية وتلعب فيها التكنولوجيات الحديثة الحواسبية دورا مهما. لا ننسى أن رقمنا قادرة على أن تغنينا في حلول فعالة ومختبرة وذات القيمة الذاتية. ونحن قادرون ضمن توصياتنا أن نتحدث عن الجوانب المحددة لهذه الحلول. في البداية ركزنا قبل كل شيء على شفافية سلسلة التوريد واقتصاد الدائرة المغلقة أو التداول المغلق. وأيضا نولي الانتباه إلى أن ما يخص الأمور التكنولوجية البحثة، تركيب الهوائيات على اليابسة والماء، هذا ليس إلا مسألة فنية. الموضوع الرئيسي لاهتمامنا هو ينصب في موضوع كيفية تأثير سلسلة التوريد على والعلاقة ما بينها والتكنولوجيا. عودة إلى هيكلة التكنولوجيات الكمبيوترية الحديثة، فمن المهم أن ندرسها ونتعلم استخدامها بشكل ذكي. تسمح مثلا لتمديد عمر هذه العناصر، وهناك أيضا أشياء التي يجب أن تحدث لكي، ومنها مثلا العبور للمجالات وجمع مختلف الموارد والاستفادة من العمليات المترابطة. لنمر الآن للتوصية الأولى، وهي ألفت انتباه السادة إلى ضرورة رفع كفاءة أو الفاعلية البيئية في سياق التكنولوجيات الرقمية. فكيف نزيد من الأثر الإيجابي على البيئة بواسطة التكنولوجيات الحديثة؟ فهذه عبارة عن عملية رقابية على جميع المراحل لإدراج وجمع البيانات، تخطيط عملية الشراء، وأيضا الحفاظ على المنتجات وتمديد عمرها. إذا تحدثنا عن المنتجات المستخدمة أو التي تم إعادة تدويرها، أيضا تدوير المهملات وغيرها، يجب أن تتوافر وتتواجد هذه المعلومات في مكان واحد من أجل إسراع الوصول إليها في آن واحد. وهذا الباسبور أو جواز الآلي نحتاج إليه لإتمام ذلك. أي القاعدة، قاعدة البيانات، تساعدنا في الترويج للمنهجيات والمبادرات المفيدة للبيئة. التوصية الثانية تتمثل، وكما ذكرت، فهي سوف تؤثر ليس فقط في عالم الرقمنة ولكن في كل المجالات. وهذا يتعلق بعدد من الفوائد المقدمة لمختلف أصحاب المصلحة في السوق. طريقة إنشاء لمختلف العناصر والمكائن والمعدات تؤثر في كيفية
استخدامنا لها مستقبلا وكيف سيكون تفكيكها وإعادة تدويرها ربما وإدارتها كمهملات. هذا أيضا شيء لا ننساه أنه عند إنتاج كل الأجهزة أو المعدات أو الأدوات يجب أن نكون واعين بتتبع المرحلة الإنتاجية من التصميم ومرورا بالإنتاج وحتى وصولا إلى تفكيك المنتج المعين وإدارته كجزء من عملية إعادة التدوير. لذلك هذه النظرة العابرة للمجالات وضرورة إبصار مرحلة عمر منتج معين من منظور واسع. وهنا نستطيع أن نستعين بالتكنولوجيات الحديثة وتكنولوجيا بلوك تشين أو الذكاء الاصطناعي فيما يخص المنظور العابر للمجالات. نلفت الانتباه إلى وضع معايير دولية أو قواعد دولية تروج للآليات المتعلقة بالرؤية العابرة للمجالات التي تسمح لنا في إدراج الحلول على كل مرحلة من مراحل العملية. والآن مرورا إلى التوصية رقم 3 أعطي الصوت لكريس. شكرا جزيلا. أما التوصية رقم 3 التي يجب علينا أن نعيد إلى معايير الدولية في إدراج الدائرة المغلقة أعتقد أن نوعية الصوت غير كافية. في تقريرنا تحدثنا أيضا عن إمكانية تحسين المسؤولية المستخدمين بما يخص التصميم المتعلق بالإنتاج. هذه صفات مهمة. نوعية الصوت غير كافية من أجل الترجمة. بدلت استخدامي. أعتقد أن الصوت الآن سيصبح أفضل. إذا نتابع. في التوصية رقم 3 لفتنا الانتباه إلى دعم بأدوات عملية متاحة وممكنة للجميع يمكن الاستفادة منها من قبل كل مستخدمي هذه الدائرة المغلقة. أحد هذه الأدوات هو منهجية استعمال ما هو موجود في الفقرة رقم 3 مما يجعل أن الدائرة المغلقة نعطي عليها نقاط من البداية من لحظة التصميم وحتى نهاية وإدراج هذا المشروع. وباختصار أضيف أعتقد أن محتوى هذا الفصل وهو 33 و 1317 وهذا يخص الدول التي لديها إمكانية نكرر الاعتذار على الترجمة لأن نوعية الصوت غير قابلة للفهم.
وننتظر ربما قد تتحسن. And you can learn more about this standard in our chapter. Thank you. Back to you, Andrew. في فصلنا ممكنكم أن تتعرفوا على إمكانية يمكن أن نفكر كيف ننفذ هذه الأهداف، وخاصة أنها أهداف طموحة، ولكن يجب أن نقول أن ثرواتنا هي محدودة، ويجب أن نساعد هذه الكيانات التي تستطيع أن تخدم هذه الحلول الرقمية. ونتكلم أيضا عن الأفعال المحددة، أي كيف يمكننا أن نستفيد من معالجة القمامة والفضلات وتأثيرها على الوسط والبيئة. وهنا يجب أن نستطيع بزيادة الكيانات التي تعمل ضمن هذه الدار المغلقة. هذا عمل ليس سهلا، نستطيع أن نقوم به إذا أردنا الترويج لهذا التعاون القانوني بين أطراف هذه الدارة، أي ليس فرض، إن فرض وإلزام، ولا نستطيع تجاوز القانون أو عدم استخدامه أو مخالفته. إذن يجب أن تكون هناك أسلوب لرقابة تحقيق هذه المعايير الجديدة وإنشاء معرفة تسمح باستخدام مثل هذه. أي يجب أن يكون عندنا قوة إدارية تساعد على الشريحة القادمة. نقول أن هذه الأربع عناصر التي العناصر الأربعة التي تكلمنا عنها، كيف يمكنها مع بعضها أن تؤثر من أجل حل هذه المشكلة الكونية. هذا من جهتي بما يخص الجزء الذي يتعلق بالغذاء والمياه، وأعطي الصوت للسيدة المشرفة على هذا المحور. شكرا لليوناردو على أنه قادنا بشكل سلس عبر مواضيع السياسات البيئية. وإذا إن كنتم قد انضممتم إلينا الآن قبل اللحظات، فمعنا ليوناردو وكريس، وهم المؤلفون المشتركون في وضع التقرير الخاص بالسياسات البيئية. تحدثنا عن سلسلة التوريدات واقتصاد التداول المغلقة والدائرة المغلقة. السادة، أرى أن لا توجد بعد الإمكانية لطرح الأسئلة على الشات، ولكن إن كنتم تريدون أن ترسلوا لنا تعليقاتكم أو لديكم معرفة حول أحد الفصول التي غطيناها في نقاشنا في مجال السياسات البيئية، فأرجو أن تتواصلوا أو تتصلوا مباشرة معي عن طريق الإيميل. ففي الإرسال الرسالة على الإيميل أسهل من طرح السؤال على الشات، فأيضا تعليقاتكم واستفساراتكم يمكن إرسالها بهذه الطريقة. أما الآن فنمر إلى الفصل الأخير للتقرير قيد الإعداد. معنا فلوريان واتصل بنا من هولندا، وأتواصل معكم من هولندا المقيمة، ولكن مسقط رأسي البرازيل، وسوف أتحدث عن الأمور
جو المقطعية التي تخص تقريبا كل الأمور الواردة في هذا التقرير. إذن بشكل عام سوف أتحدث عن الأمور العامة المتعلقة بالحوكمة أو الإدارة والتي تتصل بهذه السياسات البيئية الجديدة والتي تلعب رقمنا ضمنها دورا وميزة هامة. وفي جزئي أنا هناك توصياتان. أولا يجب ضمان درجات أعلى من الشمولية. ثانيا يجب أن تكون البيانات التي تقع أساسا لاتخاذ القرار أن تستند هي للمعرفة الموثوق بها والمختبرة والمتحقق منها ليس فقط من الشركات الخاصة. وثالثا نريد أن تكون الحلول المدرجة منا أكثر ديمقراطية وأكثر تشاركية وأن نستفيد من منصة إشراك المجتمع المدني. الآن سوف أتعمق في الحديث عن هذه التوصيات. التوصية الأولى درجة أكبر من الشمولية للأفراد والمجتمعات. أقصد بذلك أن ثلث سكان العالم ما زال يجد الصعوبة في الوصول إلى المجال الرقمي والإنترنت. فتوصياتنا هي أن نزيد الوصول إلى المضمون الرقمي على مستوى الدول والمجتمعات المحلية. نريد الاستثمار في المهارات الرقمية الجديدة ونريد إدراج السياسات التي تضمن هذه البنية التحتية الرقمية التي يتم تصميمها بطريقة المشاركة الموسعة للناس. ونقصد هنا برمجيات من نوع open source والبنية التحتية التي تكون متاحة وبحرية للجميع. ونريد ترغيب الدول المتقدمة على التعاون والمساهمة في العمل على هذه القدرات في كافة أنحاء العالم وتحسين مستوى الوصول على مستوى الأفراد والمجتمعات المحلية والمؤسسات والشعوب بأكملها. فيما يخص التوصية الثانية فهي تخص كيفية استخدام التكنولوجيات الرقمية المعتمدة على الأدلة، وأخص بذلك جمع البيانات المتعلقة بالطبيعة والبيئة التي تساعد في وضع استراتيجيات جديدة في مجال حماية البيئة. البيانات الموضوعية قد يستفاد منها في عملية اتخاذ القرار المناسب، وكما تساعد هذه البيانات الموضوعية في إدراج تلك السياسات التي تعول على المعرفة ولصناع القرار. واجب الانخراط الأعمق في وضع المؤشرات، مؤشرات تقدير السياسات البيئية، حيث أن نتمكن من معرفة ما هو تبين مفيدا وما هو لم نستفيد منه. وأقصد هنا الحكومات، المجتمعات المحلية والأفراد. وأقصد هنا عملية اتخاذ القرار
أن تعكس هذه المؤشرات ويستفاد منها كيف تكون الوحدات المحددة من المجتمعات أو السلطات تعرف ما هي مساهمتها في ذلك. التوصية الثالثة هي الترويج لتلك المقاربات الجديدة التي تشجع المواطنين على المشاركة. هنا نقترح ونروج للأدوات الرقمية التي تحد من حواجز وعقبات واقعة في الطريق أمام مختلف المجتمعات المحلية وتمنعهم من اتخاذ القرار من المشاركة في عملية اتخاذ القرار بشؤون البيئة. وهذا يتعلق بالتوصية رقم واحد شمولية أكبر. إذا استطعنا إدراج بعض الأدوات الرائدة في سبيل زيادة التشاركية الإلكترونية فتكون هاتين التوصيتين مرتبطتين ببعضهما البعض. فيما يخص أدوات المشاركة الإلكترونية أو الرقمية فنحن نريد أن تكون هي مثلا أجهزة أو أدوات الرصد ومراقبة هذه السياسات البيئية وأن تعطينا التغذية الراجعة السريعة حول نتائج هذه السياسات وذلك أيضا فيما يتعلق بمساءلة صناع القرار أمام النتائج. فهذه الأدوات أدوات المشاركة الرقمية قد تكون مفيدة في تحقيق أهداف أخرى في حماية البيئة وتخصيص أمثل للأموال لحماية البيئة وصنع السياسات كما على المستوى المحلي قد تكون هي المساعدة في التخفيض من كلفة هذه السياسات لأن دافع الضرائب يريدون معرفة كيف يتم صرف أموالهم. فبفضل هذه التوصيات نستطيع تشخيص تلك المجالات التي تنقص فيها بعض الأدوات الرقمية وعلى السلطات المركزية الحكومات أو المجتمعات المحلية إمكانية الاستفادة من الرقمنة بعد تأقلمها مع الاحتياجات الخاصة وفي خدمتها. وبفضل هذه الأدوات أدوات المشاركة الرقمية يمكن أيضا إنشاء الميزانيات المحلية للمواطنين وإقامة لقاءات أونلاين يشارك فيها المواطنون. هذا شيء منخفض التكلفة. تجمعات مواطنين عن بعد ومن شأنها زيادة الثقة المتبادلة في القرارات المتخذة بشأن الإصلاحات البيئية والتخفيض من الآثار السلبية في التغيرات المناخية. إدارة البيانات شيء صعب ولكن بفضل التبادل بالآراء وتقاسم البيانات والاستعانة بهذه المؤشرات الموحدة قد ننجح في رصد كيفية تداول البيانات على المستوى الأعلى. وختاما في هذه الشريحة ترون صورة عبارة عن حصص مختلف أصحاب المصلحة في هذه العملية وترون أن هذه الأمور ذات المعنى
كبير هي متواجدة على الدائرة الخارجية أما وشكرا لبيتر وفلورينا على حسن انتباهكم لكل زملائي المخرجين في العمل على هذا الفصل. شكرا لك يا فلوريان وهذا خاصة على السلايد الأخير لأن هذا التصوير الجرافيكي يساعد كثير في فهم هذه الأمور. في اللحظة الحالية سنستمع إلى جهزت بعض الأسئلة لكي يستطيع أن يعرف السادة ما هو أهم شيء ما نحتاجه. مثلا هل هذه التوصيات واضحة وهل معروف بالنسبة لكم؟ بماذا تتعلق هذه التوصيات؟ أو أنها بعضها يجب أن يتم صياغتها بشكل آخر؟ أو هل لديكم معلومات أخرى تستطيع أن تحسن في ذلك؟ يمكنكم أن ترسلوها لنا على طريقة الشات. عندنا 50 شخص على الشات، ممكنكم استخدام هذه الوظيفة في الشات، فأعطونا خبراً. أما للأشخاص الذين موجودون في الصالة عندنا في كاتوفيتسا فأيضا نرحب باقتراحاتكم، وهل يمكن كما ترون تحسين مثل هذه التوصيات؟ أود فقط أن أضيف أن ربما هذه التعليقات لن تكون موجودة في التقرير النهائي، ولكننا سوف خلال أعمالنا سوف نأخذها بعين الاعتبار عندما نبحث في طريقة الوسط والبيئة. أريد أن أريكم ملخص لكل هذه التوصيات، هي غير ربما إذا اقترب الأشخاص الموجودين لدينا أن يقتربوا من الشاشة لمشاهدتها، ولأشخاص الذين يتصلون مع أونلاين فيستطيعون تكبيرها على شاشاتهم وملاحقتها تقريب. لدينا ميكروفون في الصالة للذين يحبون التعليق أو إعطاء الرأي. على الشات أرى العديد من الملاحظات على منصة الزوم. أعطي صديقي الذي يشاركني الإشراف على هذا المحور في هذه الجلسة ليأخذ. شكرا لك يا فلورينو. ربما لا أستطيع الكلام كثيرا لأن هناك بعض التوصيات تتعلق ب بهذه العروض التقديمية التي حصلت. أريد فقط عن المعايير. هذا ليس شيء جديد. هذه المعايير في العمليات البينية أيضا لكي تكون حتى نوضح كل هذه السيناريوهات التي ممكن أن تحسن إدارة هذه العمليات البينية. فبعض المناطق في العالم أن هذه المعايير هي ضعيفة وقليل ما نتطلب من الإدارة في بعض المناطق منها في بعض آخر. لذلك ربما من المفيد الحديث عن هذه التجارب المختلفة. أعرف عن بعض الأمثلة التي
ماذا يحصل في وادي الأمازون وليس في البرازيل وإنما في الدول المجاورة للبرازيل. أيضا هناك مشاكل، إذن ليس فقط عن الكارثة البيئية التي تصيب الأمازونيا، ولكن أيضا هناك خسائر كبيرة وضخمة تلحق بالوسط والبيئة في العالم. لذلك أطالب بأن تلفت الانتباه إليها. إذا فهمتك جيدا أنك تطالبنا بأن نقوم بتفصيل هذه في أن نفصل هذه الكوارث الطبيعية وأن نعلق عليها. هل فهمت قصدك؟ نعم هذا قصدي. هل يريد أحد أيضا أن يعلق أو أن يرفع يده؟ أو هنا إذا عنده رغبة. لدينا، سنعطيه الميكروفون، تفضل. شكرا، أنا من ليبيريا، والآن دخلت إلى قاعة الجلسة هذه وانتبهت أثناء هذا العرض التقديمي، وأنا مهتم في نطاق خلق هذه السياسات الرامية لحماية البيئة. تحدثنا هنا أيضا عن ضمان المساواة في الوصول إلى المضمون الرقمي مثل ما يتم الحديث عنها في هذه الجلسة، المشاركة الرقمية، الوصول إلى الإنترنت والإشراك. هذا الموضوع يهمني كثيرا أيضا من وجهة نظر الموارد المتوفرة. فمن المهم أيضا ما ذكرتموه، الاقتصاد الذكي في تدوير المهملات والاستفادة من التكنولوجيات في هذا الصدد. التكنولوجيا قد تقدمت في الكثير من المجالات إلى الأمام، ولكن نحن ما زلنا في الوراء أو حذرين بما فيه زيادة. عندما نتحدث عن طرق معالجة المهملات أو إعادة تدويرها، هذا ما أريد إلفات انتباهكم إليه. لا ننسى أن العديد من المشاكل التي نجابهها في الدول المحددة في إفريقيا مثلا، يمكن الإدارة بها بشكل أحسن إن كنا نعمل بشكل مشترك، واقتصاد معالجة النفايات هي من خير الأمثلة على ذلك. فأين هذه التصوية العملية؟ ماذا يمكن أن نعمل؟ وأعود وأشير إلى أن مساحة العمل المشترك يجب أن يسمى بالإيويست، أي الاقتصاد الذكي لمعالجة وإعادة تدوير النفايات والمهملات، وهذا هو المجال الذي يجب أن نركز عليه. هذا يبدو بأنه هذا العنصر الأكثر إلحاحا، وربما من المستحسن أن يتم انعقاد مؤتمر دوري سنوي نخصصه في هذا المجال، تدوير المهملات. وهذا ما أريد إلفات انتباهكم إليه. شكرا، إذا فهمتك جيدا وقرأت نيتك جيدا، فتطلب زيادة الجهود في مجال الترويج للتعاون الدولي في مجال تدوير المهملات. وكما قلت، الأزمة في عملية تدوير المهملات تتعلق في
أزمة التعاون الدولي. ليوناردو رفع يده ويريد التعقيب على ذلك. نعم بالفعل. طبعا إن اقتصاد عملية تدوير ومعالجة الفضلات والقوائم التي هي بملايين الأطنان التي تصل إلى البيئة والوسط، ويجب علينا أن نفعل بها شيء. إذا هذه هي هذا تحدي مالي أيضا، فنحن نخسر أيضا الكثير من هذه القمامة التي يمكن الاستفادة منها. إذا الفضلات التي لا يمكن تدويرها فهي خسارة، وقرار مجلس الأمن والأمم المتحدة في هذا المجال يتحدث بالتفصيل عن هذه المشكلة. إذا نحن يجب أن نصنع أقل مما هو، أن نستخدم الأشياء بشكل أطول مما صنعناه، وإما نؤخر الوقت الذي يكون فيه هذا الجهاز الذي نستخدمه يصبح لرميه أيضا. وبالنهاية يجب أن نبحث عن طريقة نحاول تدوير هذا المنتج الذي أصبح غير صالح للاستخدام. إذا هكذا قرار، وهذه كعملية يجب إذا التفكير بهذه العملية منذ البداية عند اختيار المواد الخام للإنتاج لإنتاج أي شيء، وحتى بنهاية الأخير. يمكن يعتبر أن في تقريرنا لا نتكلم بالتفصيل على مثل هذه الأمور، ولكن عندما ننظر هذه النظرة من الأسفل إلى الأعلى نجد أن حتى هذه التفاصيل يمكن أن نجدها أيضا في تقريرنا. بالطبع أن المهم هو تحديد تعريف هذه المشكلة ثم دراسة ووضع حلول مناسبة. شكرا على هذه الملاحظات التي تحفزنا على نشاط وفعالية أكثر. هناك سؤال أيضا على الشات لكل المتحاورين. السؤال يتعلق ب سؤال يتعلق بتأثيرات الريباوند. أثناء عملكم في تحرير فصول التوصيات، هل لاحظتم هذه آليات ريباوند في توصياتكم؟ أن والظاهرة عبارة عن إعادة الطلب المفاجئ على منتج معين، أي الريباوند. هل علينا أن نجيب؟ نعم بالطبيعة. كلما شغلت الميكروفون فالصوت لك. There's Elias coming in. Hello, Elias. Yes, hi. So إلياس معنا. إن لم يكن هناك متطوّع للإجابة على هذا السؤال فأتحدث أنا. الحلول الرقمية لها تأثير إيجابي شريطة أن تكون موضوعة في داخل أطر معينة، مثلا الحركية. وأقصد هنا النقل أو الشحن، فبدلا من ركب السيارة نستفيد من وسائل تنقل مركبة للمرور عبر المدينة، وراكبين وسائل مواصلات مختلفة.
بالتوالي، وهناك مجموعة من العناصر التي يجب أن نأخذها بالاعتبار. هل نستطيع تجنب استخدام أو التخلي عن استخدام السيارة؟ هل نحن قادرون على ذلك؟ فالسيارات المستقبل هي سوف تكون ذاتية الحركة من المحتمل وبدون سائق. سوف تظهر هذه السيارات بشكل عادي في سياراتنا، حركة المرور ذاتية التنقل. كيف المواصلات ستعمل وكيف سيؤثر ذلك في سوق السيارات؟ هذه الاعتبارات يجب أن نضعها في إطار تقدير فعالية أو الريباوند للتكنولوجيا الرقمية. نتمنى أن تكون النتائج أكبر من التكاليف، ولكن مثلا في مجال الزراعة والفلاحة طبعا نستطيع محاولة بيع المحاصيل الزراعية من الطائرات غير المأهولة والمسيرة من جوا. إنترنت الأشياء قد نستفيد منه لإرسال الطلبيات، ولكن هل هذا ما نريده؟ هل هذا ما نقصده بالفعل؟ أو الفوائد الآتية من تشغيل هذه التكنولوجيات الأحدث في توزيع المحاصيل الزراعية تكون أعلى من تشغيل نفس التكنولوجيا في مجال مثلا الأبحاث الرامية لإنتاج محاصيل خالية من المبيدات. فهذه الأمثلة تكثر، وأيضا نحن نحب هذه الحلول الرقمية وهي رائعة وعجيبة، ولكن شريطة أن نضعها في أطر مناسبة. أنا أود أن أضيف بعض كلمات عن عملية هذا الارتداد الريباوند. إذا مع الوقت بدأنا نسجل ارتفاع ملحوظ بالكلفة والأثر الكربوني، فأن المستخدم هذه التكلفة تقع عليه. لذلك فإن هذا الارتداد سوف يعود في مكان ليس الذي قصدناه، أي سوف نزيد الكلفة الكربونية من أجل الحصول على فعالية أكبر في استخدام حل ما. إذن إلى هذه المعادلة يجب أن نضيف أيضا ارتفاع القيمة الكربونية. شكرا لإلياس، شكرا الذي أعتبره أنه في المفوضية الأوروبية ويعمل حول جواز السفر الرقمي. هل يريد أحد أن يتكلم عن تأثير الارتداد؟ أنا بالنسبة لي أستطيع أن بأي طريقة نستطيع أن نموضع هذه الحلول التي تتناسب مع الظروف والحالات. يجب أن تتلائم هذه الحلول مع الظروف المحلية. كيف نقدرها ونقيمها؟ ربما هناك أحد يعرف ذلك، أو ربما في توصياتنا يجب أن
توجد إشارة إلى هذا الشيء. أو شكرا لك. أعطي الصوت أيضا إلى هستوي الذي بقي على تشات الذي سئل عن نفس الشيء. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار كل أصحاب المصلحة، كل المعنيين في هذا الموضوع، من بينهم الأشخاص العاديين وكذلك المؤسسات، الإدارة المحلية. إذن كل هذه التوصيات يجب أن تأخذ بالاعتبار صفات المستقبل. هل هذا مأخوذ بعين الاعتبار؟ أنا أفكر عن إيجاد نظام للترغيب. كيف نرغب إلى تصميم حلول أن لا تصبح بسرعة غير سارية المفعول ومتأخرة؟ أنظر إلى ذلك من وجهة نظر المستهلك. هل يمكنني أن أجيب؟ إذا حاولنا نغير الموديل البزنس الذي نقوم به، الذي يأخذ بالاعتبار الكمية ونغيره إلى خدمي، فقد نجد هناك نوع من الترغيب لكي في طيلة الوقت نطور خدمات ومنتجات تجعل المستهلك هو الذي يقرر على ذلك. وهنا سيكون عندنا مرغب ومحفز على إيجاد منتج طويل الأمد لا يخرج من الخدمة بسرعة، وكذلك كمزودين بالخدمات. طبعا هذا يتعلق بك القطاع، ليس فقط بأجهزة الإلكترونية. شكرا جزيلا. أظن أن هنا هيئة الأمم المتحدة تلعب دورا مهما في عملية تجميع هذه الحلول والتقنية. مثلا هنا في موضوع النقل وقاعدة البيانات التي تنفع، نجد أن أجمعها يصير عن طريق الليزنج التأجير وتنتقل من دوائر لتصبح بعض الموديلات مجدية، وأن يجب أن نؤكد أن يجب أن تكون هناك كمية للربح في هذه المشاريع حتى تصبح أيضا مرغبة. وإذا كان هذا نتكلم عن الآلات الإلكترونية الكبيرة، ولكن يجب أن يخص هذا كل الحلول التي تتعلق بال. هناك موديل قريب منا، إذا نصل بالإنترنت عن طريق الكابل فنحن أيضا ندفع كلفة تخديم هذا الاتصال. فإذا المزود يحاول أن يكون كل روتر صنعه وجودته أفضل، إذن هنا يأخذ بعين الاعتبار أيضا هذا التطور المستدام الذي تحدثنا عنه في البداية. جيسي تفضلي أيضا أنت. أنا طلب مني بتغيير روتر وسألت مسؤول التقديم ما يمكنني أن أعمل بروتر القديم، وهو قال تخلص منه، وأنا كنت مصدومة. هكذا في أستراليا الأمور، يتم التخلص من الروتر القديم وشراء الجديد. فأنا أتساءل ما يمكننا أن نفعل بهذه المشكلة، ما يجب أن تكون التوصية في هذا الصدد لكي نكون مسؤولين ولكي يكون تداول المنتج. Because I think we are very deep in a very specific discussion, and I think one major discussion around the topic that we had, like in terms of food and water systems,
is that also even going like one stage down, because often like when we are talking about political decision making, it's often the technology an anظمه تأمين الموارد المائية فيتم اتخاذ القرار بطريقة تتبع الموضة أو أن الحلول المعينة نحتاج إليها وليس بالضرورة استنادا إلى الأبحاث المعمقة. فيما يخص أنظمة الاي تي فكثيرا ما يتم فرضها من الحكومات ولكن في نفس الوقت المجتمعات المحلية هي تعرف مدى احتياجاتها والوصول إلى بياناتها فعلينا استخدام هذه الأدوات بطريقة أكثر ذكاء وأكثر فعالية كي تكون هذه الحلول تشكل القيمة المضافة. أما أثار الارتداد هذه تنتج من أنه تم إدراج الحلول في مكان خاطئ أو غير متأقلم مع البيئة المحيطة و لأنه لم يتم التمهيد المناسب وتأقلمها مع البيئة المحلية. فمن المهم في عملية إدراج هذه التكنولوجيات أن نعرف أولاً خصائص المجتمع المحلي ولا نريد زيادة حجم المهملات عندما نتحدث عن إدراج الحلول الحديثة في تكنولوجيا الـ IT. فيما يخص الاقتصاد الخدمي كما سبقت الملاحظة عليه فهناك بعض الأخطاء والسلبيات عندما أتحدث عن جنوب العالم فشركات التخديم عادة تقع مقراتها في دول الشمال وتؤجر هذه الخدمات وكما يتم في الزراعة نريد دعم الكفاءات المحلية وليس فقط عملية بيع البذور مثلا للمزارعين ولكن دعمهم محليا. فأمس أيضا وفي إطار الشبكة شبكة البيئة تحدثنا عن أنه من الضروري أن يكون تقريرنا أكثر معمقا وتفصيلا للمستقبل. سوف نتحدث معكم في هذا الصدد بكل تأكيد. شكرا على هذه الملاحظات. المشرف المشارك على الجلسة أعطاني الإشارات بأن هناك أيضا أسئلة على الشات ولكن أريد أن أسمح أيضا للسادة الموجودين هنا في قاعة كاتوفيتسا أن يأخذ الصوت. طاب يومكم. طبعا عندي سؤال وربما تعليق أكثر من سؤال. اسمي راحل جاتو. أنا ممثلة لشبكة شقيقة تعمل من أجل الوصول الفعلي للإنترنت. شكرا على إعطائي إمكانية السؤال. أرى أن هناك كثير من الأشياء المتشابهة في المحاور الثقافية والنقاشية. نتحدث عن
الوصول الفعلي أن الوصول الفعلي يعني أشياء عديدة لعدة أشياء، بعضهم الاتصال بالأهل، بعضهم بالنسبة لهم الوصول إلى التعليم، بعضهم يفهمون منه إمكانية الحصول على مساعدة في حالات الحرجة إلى آخره. والآن عندما سمعت إلى نقاشكم وحواركم فأن بعض صفات الوصول الفعلي للإنترنت هو التطور المستدام للبيئة. في السابق لم نتحدث عن ذلك بكثير، ولكن في إطار شبكات مختلفة وإيجاد سياسات جديدة فهذه قضية مهمة يبدو الإشارة إليها. طبعا هذا جيد، نحن لا نريد أن نوسع بشكل كبير هذا التقرير لأنه يجب أن نريد أن تكون تقاريرنا محددة، ولكن التطور المستدام للبيئة والتطور المستدام فهم لهم معاني مختلفة لأشخاص عديدة. الحقيقة يجب أن نعرف هذا الاصطلاح بشكل أفضل. بقي لنا دقيقة، فإذا كان لأحد سؤال محدد أو ربما سؤالان، وإذا كان لا يوجد فكرة عن سؤال فبإمكانكم الاتصال عن طريق البريد الإلكتروني وإرسال هذه المقترحات لنا، فنحن سنجيب على كل اقتراح من قبلكم. وربما لم نستطع أن نحيط بكل المواضيع التي يجب الإحاطة بها في مثل هذا الموضوع. شكرا على الميكروفون. نحن تحدثنا الكثير هنا عن الحلول التي لها صفات تقنية بحتة، وهذه الحلول أيضا مهمة، ولكن أريد أن أوسع مجال نقاشنا لأن العديد من الحلول التقنية لا تساعدنا في الوصول إلى الهدف الذي نتحدث عنه، لا يساعدنا في أن نصل من اقتصاد مركز على الربح إلى اقتصاد متعاون. فإذا نحن أمام تحدي من هذا النوع نقف، ولدينا الكثير من المنتجات التي غير مستخدمة من قبل بعض، ولكن ممكن أن تكون مستخدمة من قبل غيرهم في العالم. هذا أحد أنواع التطور المستدام لاستخدام البيئة، وربما الاستفادة من هذا طريقة التفكير هذه قد تساعدنا في بعض الحلول التقنية. شكرا جزيلا على هذا الرأي. أود الآن أن أطلب من دانيال، أي زميلي المشرف على إدارة النقاش، لبعض كلمات على نهاية لقائنا. شكرا جزيلا لك فلورينا، وأحاول أن بالطبع انتهى وقتنا. كما قالت فلورينا السنة الماضية في ديسمبر خلال قمة IGF بدأ العمل لمجموعتنا، ولكن في 12 من نيسان استقبلنا أي منذ 8 أشهر فقط، نجتمع مرة في الأسبوع أو في لقاءات مرافقة. أننا دائما لدينا جائحة نعمل في مجموعة دولية لأناس يعملون في عدة دول، وخلال هذه الأشهر الثمانية استطعنا أن نضع مثل هذا التقرير. أعتقد أنه عمل جيد، وكل منا وضع جهدا لإنتاج لإصدار هذا التقرير،
وفي نيسان أبريل قررنا أن هذا التقرير يجب أن يكون محدد مقتضب، لن يكون نظريا، ليس يكون وثيقة جامعية، أردنا أن يكون وثيقة مفهومة للمقررين، لمستخدمين بمختلف أنواعهم. وهذه ثلاثة أو أربع توصيات في كل فصل. نحن أردنا أن تكون هذه توصيات الأهم أن تتعلق بمحاولة جاهدة للبدء بالفعل. عندي أمل أن تكونوا تستطيعون أن تقدروا ذلك وأن تقوموا بأخذ هذه التوصيات. قمنا أيضا بمشاورات تتعلق بذلك في الشهر الماضي، وقلنا أن بهذا التقرير يجب أن نلفت الانتباه للظروف الوطنية. وهنا الكثير ينتظرنا بين إدارة الوسط والبيئة وبين التحولات التقنية الجديدة، وربما سيعطينا ذلك حماس أكثر من أجل العمل. وهذه تحديات كبيرة، نحن بالتأكيد سنحاول الاستفادة من آرائكم ونريد أن نطور هذا التقرير. وأريد أن أقول أيضا نحن لدينا أمل أن نجمع دراسات محددة لكي تكون هذه الأمور النظرية لها تطبيق عملي وتستطيع أن تكون تقريرنا أكثر عمليا منه نظريا، وموجه أيضا للقطاع الخاص الممثل هنا في هذا المنتدى، منتدى الحوكمة للإنترنت. وأتمنى أن يتقاسموا تجاربهم معنا، ونحن نتعامل مع شركاء مختلفين والمعلومات عن طريق عملنا نروجها عن طريق محاور أخرى. وفي النهاية أنا سعيد أن كنت معكم كمشرف مشترك. علينا أن نختتم، وهناك تجارب أن مؤخرا بعض المنظمين يطفئون الميكروفون، لذلك بالنهاية أشكر الجميع الذين ساعدوا على إيجاد هذا المحور والنقاش من المنظمين، وشكرا للجميع الحاضرين هنا والمتواجدين بالفعل في العالم الافتراضي في الإنترنت. كونوا معنا على اتصال دائم وأرسلوا لنا ملاحظاتكم. شكرا جزيلا.